عليكم، كيف حالكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير يا ربي وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناه المراه الصالحه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذا الفيديو، ما تنسوش انكم تضغطوا وتشتركوا عندنا في القناه وتفعلوا الجرس وتخليوا لنا لي كومونتير باش يوصلكم كل جديد ديالنا ان شاء الله، وباش تدعمونا باش تكبر القناه ديالنا. اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون عباره عن اسئله واجوبه. اليوم غادي نسولها وغادي نقول ليها شي حوايج واش فيا ولا ما فياش، غنشوفوا واش كتعرفني مزيان وانا ما كتعرفنيش، وحتى هي غتسولني شي اسئله غنشوف شكون اللي كيعرف الاخر اكثر. ياك مشينا مشينا. يلا عرفي راسك. سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير. معكم ماريا 23 سنه. كنتمنى تخلوا لينا لايك وتشتركوا في القناه. ايه غنديروا تحدي ديال الاسئله شكون اللي كتعرف الاخرى اكثر. صافي صافي. المهم نبداو شحال الفيديو ياك غادي تولي مع الوقت، علاش لا نبداو نبداو. صافي يلا شي تبقاو معنا. اول سؤال اول سؤال غادي نسولك، شنو هي الاكله اللي كتعجبني؟ الرفيزه. شويه الرفيزه، ولكن لا، شنو هي الاكله اللي كنحماق على انا؟ سهله كتكون. لا ما كناكلش الحسان. شوفي بقى عندك مره واحده اللي مجاوبتي وصاحبتي. اشنو هي الحاجه اللي الا كليتي انا كتعجبني كنقول ماما ديما دايره لي قبيله راه كانت كاينه. كبده. كبده عاد كبده. نسيتي يا انا نوبتك. نفس الشيء نفس الشيء. نفس شنو ايش بتاكلي؟ دجاج بالدغميرة. عندي سؤال تاني. شنو هي اخيب حاجه كنكره؟ حاجه اللي كتعصبني وكتنيرفيني كنقدر نبقى نغوت. يلا قول. قولي لك كاين بزاف. عاومك داكشي باش لقيتيني كنكره كاين بزاف. دابا انا ملي كنفيق في الصباح واحدة منهم هي الوسخ. الوسخ. ها برافو 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 برافو. والله الا خطيرة انت خطيرة. جات فيها نيشان. عرفت قبل ما تجي تقول علاش؟ علاش عشان انا عايشة معاك عارفة نفسك الروينة كنكرهو. كنفيق بالصباح إلا لقيت شي حاجة مرونة ولا شي وسخة أش كندير؟ نهار بدك حل. نهار بدك حل. سؤال ثاني يلا سودين ونبدل شوية. تحكي بس برجلي. شنو قلت لك؟ كاينه ولا ما كاينهاش؟ ديما انت فايتاني صاحبتي، ديما انا السبعه غوتي كيجي واش قد كديولي كتقيسي كيجي عرفتي انا هاد القضيه هاد القضيه ما قيستيها ولا نسيتي. بغيت نقول لك شي حاجه غا اصبر. شنو هي الحاجه اللي زوينه فيا؟ كتعصب وكترجع دغيا ما كتحقديش. كنتعصب وكنرجع دغيا ما كتعصب. دابا انا قلت ليش تاي الحاجه اللي فيا زوينه بدات ليا كتعصبي. لا ما كتحقديش ما مش لا ما كنحقدش ابدا. نوتك. فكري 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 استمري بقى. كيعجبني نخرج نسافر. كيعجبك تخرجي تسافري؟ كاين بزاف د البلايص. لا شي حاجه كيعجبني بس بلايص ما كيعجبني. اكثر حاجه بلايصها كتعجبني البحر. ياك ولكن كل يوم قصاريه. الله ما كذب عليك حياتك ولا شي يخرج قصاريه. واخا ما تشري والو عطري. مهم
خرجت. المهم خرجت صافي نوبتي. شنو هي الحاجة اللي أنا كنكرهها في الناس؟ الكذوب والخيانة والنفاق. الكذوب والخيانة والنفاق. ما تلفتيش. لكن حاجة واحدة اللي بزاف هو النفاق. النفاق يعني إنسان يجي عندك وجلس حداك ويكون كيعطيك واحد الوجه زوين وغير يمشي يعيرك. هادي ما كنحب صافي ينفو كنلقى شي واحد بحال هكا كنحطو سطر بلا تخربط. السؤال ديالك انت سولي عادي اي سؤال. شنو حتى انا شنو ما كيعجبكش انت؟ انت نقول لك بصراحه ما كيعجبكش اللي يسخرك. ما كذبش. ما كيعجبكش اللي يفيقك في الصباح. ما كيعجبكش اللي يقطع لك الكونيكسيون. كحله شنو ثلاث حوايج ديرها لي انت؟ ما كيعجبكش اللي يكذب عليك. يقول لك مثلا شي كلمه ويكذب عليك وينافق. انت ما كيعجبكش النفاق يعني يضحك معاك وداك الشيء. اه اللي كانت شي حاجه زعما نقولها فوجي ماشي حتى نعاد باش يقول بصح بصح هادشي ليك. دابا غنحبسوا غنحبسوا اسئله واجوبه غنسولك واحد السؤال وانت حتى غتقدري تسوليني. مرحبا. اوكي. شنو هي اكثر حاجه كرهتك في حياتك وبكيتك وقالماتك وطماتك وغيرت الكتئام و ايه ايه معك جبتش دك جبل قلتك ما جبتش دك جبل غادولي غادولي. لا عادي دابا دابا عرفتي ديك البرامج اللي كيكونوا في الاول فيهم الضحك شويه كيديروا اللون الاحمر وكيقولوا يسولك شي سؤال يبكيك هذاك هو. يلا جاوبيني. لا دابا حيدي الضحك والله كنسولك بصح شنو هي اكثر حاجه بكيتك وعلماتك وحطماتك وخليتك صافي فقدتي الامل في حياتك؟ كاين حوايج وما مش ولكن اكثر حاجه اللي دابا ينفوق سولتك السؤال وهي طيح لك في بالك شي حاجه اللي ما نقدرش نقولها شي حاجه ما تقدري تقولي علاش؟ لا غير قولي لينا غير وصفيها لينا فهمتي ماشي ضروري تقولي لنا بالديتاي فهمتي. قول ايوا عشت بعيده على الوالد ديالي وعشت غير مع الوالده فهمتي يعني زعما كتشوفي بعد الولاد بعد البنات كيكونوا مع والديهم الصغار عايشين معاهم ولكن انا فاش حنيت عيني لقيت راسي غير مع الوالده يعني ما عشتش مع الوالد ما خدتش هذاك الحنان يعني كيقولوا ديال الوالد عادي صح حنا نعطوك حنان خاصكش حنا نعطوك حنان ودا مت كيجوي لا تجي يا يا حقا نيري قلبك طيب داك التقويله لا خليك لا لا ماشي هكا تشوفي حنا ما كنعزوش والدينا زعما كان ملي كان يخلقنا الله ولا كان كذبوا كنحلوا عينينا والدينا كما كانوا خصنا نقبلو كيف ما هما فهمتي حنا ما كنختاروهمش كون كنجينا نختارو ما غنبداو نختارو وما غاديش نحزنوا اختيار شي الله سبحانه وتعالى فاش كيقدر لينا واحد الوالدين بالضبط راه هما اللي مكتب لينا الله سبحانه وتعالى لا غير واخا ما عرفتي شنو يطرى هذاك الشيء اللي مكتب لينا الله فهمتي يعني هذاك الشيء ما تخليش ياثر عليك عادي دابا انت تزوجي وتولدي وما ديريش لوليداتك هذاك الشيء مثلا اللي قال ما كنتي في الصغار وداك الشيء حاولي تعوضي حيت الانسان اسمحي لي الانسان ملي كيولد كيبغي يعطي لولادو احسن ما عنده كاع داك الشيء اللي عاش هو خايب ما كيبغيش يعيشو لولادو داكشي علاش ان شاء الله فاش تتزوجي وتولدي كاع هادشي اللي نتي حسيتي بيه ما تخليش وليداتك يحسوا حسيتيهم بانك نتي هي كلشي وبام هو كلشي فهمتي وني ما يبقاش فيك الحال سؤال خايف سؤال نسولك شي سؤال لا شي صباح بارك الله